صور من داخل المستشفى بعد تعرض الفنانة هاجر أحمد لوعكة صحية. اللي حصل بالظبط ان تعرضت الفنانة هاجر أحمد لوعكة صحية مفاجأة ونقلت بعدها الى المستشفى، ونشرت الفنانة الشاب هاجر أحمد عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستجرام صورتها وهي في المستشفى. وكمان قبل ما تنشر الصورة دي بحاجات بسيطة كانت نشرت صورة من داخل عربية الإسعاف أثناء نقلها إلى المستشفى. وطبعا تفاعلات كبيرة من محبين النجمة هاجر أحمد مع الصور ودعوا لها بالشفاء العاجل. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.